لقاءنا مع كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي. اكيد فوز مهم جدا للنادي الاهلي، وزي ما احنا شايفين طبعا في تدريبات تبقى لبعض اللاعبين عشان يتم تجهيز جميع لعيبه النادي الاهلي المختلف المباريات المقبله، خصوصا في ظل ضغط المباريات بشكل كبير، كل 3 4 ايام مباراه للنادي الاهلي، بالتالي اكيد تجهيز لاعبي النادي الاهلي بشكل عام شيء جيد وايجابي جدا للنادي الاهلي والجهاز الفني. وزي ما احنا شايفين طبعا كابتن انس الشعلالي مخطط الاحمال بالنادي الاهلي بيقوم بالاشراف على التدريبات الخاصه بلاعبي النادي الاهلي عقب هذه المباراه. والان عوده ليك يا كابتن فاروق، وهيكون اكيد لنا المزيد والمزيد من اللقاءات عقب فوز النادي الاهلي في هذه المباراه. اشكرك.